السلام عليكم. كيف نعمل تطعيم لكل الأشجار المثمرة يا جماعة بطريقة هتعجبكم جدا ولأول مرة، وأعتقد إن محدش عملها قبل كده. الأشجار المثمرة لما بنيجي نطعمها هوريكم كيف، وهوريكم النتيجة، وهنعمل واحدة على السريع مع بعض، ويا رب إن شاء الله ما نطول. أي أشجار مثمرة، وهنضرب اليوم مثل على التوت، نقدر نعمل الموضوع طول العام، مش فيش وقت معين. زائد إن النبات عمره عندك ما يموت، إحنا متعودين في التطعيم باللحاء بالقلم مش عارف ايش، دايما بنجيب فرع ونستنى، واحنا ونصيبنا ينجح يفشل. اليوم هنعمل حاجه جديده عايز اوريها لكم الاول. بس بصوا يا جماعه هنا، بصوا هذا توت، هذا التوته بتاعتي اللي هي العماني الابيض الطويل، وهذه هذا التوت الاحمر اللي زيه طويل لكن احمر. نيجي نشوف الاول، بس بصوا هنا يا جماعه، لو جينا نركز كنت معلق هذه، وبصوا هنا هذه اول تطعيمه، هذه اول تطعيمه اهو. المفروض ان هدول كانوا مع بعض، نبعد شويه قفار شويه، وهذه بصوا هتلاقوا هذه جايه هنا وهذا جاي هنا، والفرع الثالث هذا هو اللي مقصوص. بصوا هنا اهو الفرع الثالث، انا كنت عامل هذه وعملت ثلاثه، والثلاث تطعيمات نجحوا خلال الشهر اللي فات. طيب اول حاجه عايز اوريها لكم قبل ما نطعم مع بعض، كده مش هنجيب فرع، كده احنا نقدر على طول نجيب نبته ثانيه ونحطها في النبات اللي عندنا. يعني عندنا شجره ليمون مزروعه من البذره ما بتثمرش، نجيب واحده من المشتل او من صديق تكون عارفينها مثمره في علبه في كيس صغير، ونقدر نلحم مع بعض ونستنى كده. اللي صغيره عمرها ما تموت لان احنا مش جايبين فرع، ونلحمهم مع بعض ونستنى، ومع الوقت هنشوف انهم ايش لازم يلزقوا، مستحيل تفشل. ولو فشل وما لزقوش في بعض وما عملوش تطعيم، النبته كمان الثانيه ما ماتتش، احنا مش جايبين فرع. نيجي نشوف هنا يا جماعه، بصوا عايزين نفتح ونشوف اول واحده. بسم الله، هذه عاملها يا جماعه، شايل النبته منها من حوالي شهر، واصلا كان بقالها 40 يوم اقدام لان ما كنتش فاضي وببني البيت، فهذا اهي لسه كاشف عنها امبارح والحمد لله رب العالمين. يعني اصلا بقالها شهر لما قصيتهم زي ما انتم شايفين، ما كنتش شايل، واديني امبارح بصيت وقلت عايز اعمل عنهم فيديو واوريكم كيف نطعم اي نبات بهذه الطريقه. بصوا يا جماعه، بصوا اهو اهو هذا، تعالي كده فروم هير، بصوا يا جماعه من هنا شايفين التطعيمه لزقت ومسكت في اختها. الحين هذه اللي فوق من الشتلة الصغيرة، وهذه الأماية اللي هي من الشجرة هذه، بصوا، وهذه الثانية أهي عايشة، شايفين أهي أهي الثانية برضو ما زالت عايشة. لو نزلنا معاها بصوا هنا 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 أهو، هذه الطعمية الثانية أهي هذه، وهذه الثالثة نشوف مع بعض، وهذه ثالث واحدة يا جماعة شايفين من تحت أهي من أسفل أهي، هذه ثالث واحدة وبرضو ملزوقة، الثلاثة نجحوا. طيب الطريقة في أي وقت من العام بنيجي يا جماعه نجيب الحين العلبه، بصوا بنحط علبه هنا، يعني انا الحين هطعم في هذا، وهذا طالع من الشجره، تعالي هنا لوك اهو، هذا طالع من الشجره، هذا طالع من الشجره الام اهو، طالع طالع، هو هذا هو هذا الفرع اهو، الفرع هذا الكبير. الحين عايز اطعمه اللي طالع من الشجره زي ما عملت قبل كده اوريكم، مع هذه مع هذه. هنيجي نعلق علبه ونحط هذه فيها اهي، بصوا هنحط هذه فيها، هنحط عفوا هنحط هذه فيها. الحين عندنا هذه شجرة منفصلة، وهذه اللي عايزين نطعم فيها، هذه اللي هنطعم فيها. بنيجي بكل سهولة، بصوا هنا هذا الحين الشجرة الأم، وهذا الحين الشتلة، وهنيجي نعمل مقدار مقايسة ونشوف. بصوا هنيجي الحين احنا عايزين الحتتين هذول مع بعض، الحتتين هذول مع بعض، هذه وهذه. طيب بنيجي بكل سهولة بنجيب المشرط بتاعنا وعملنا المقايسة أهم جنب بعض. هنيجي دلوقتي بصوا بكل سهولة هنخدش الحتة هذه زي كده زي ما انتم شايفين، بصوا بصوا هنا كيف خدشنا، ونيجي في المقابل بتاعها ونخدش هنا في الشجرة الثانية بكل سهولة زي ما انتم شايفين، بصوا، ونستنى على الاثنين ان شاء الله انهم يلحموا. لو الشجرة الأم أتخن بنعمل زي هنا، بنفتح في التخين فتحة ونحط فيها الثانية مش خدش، أما لو كانوا بحجم بعض نقدر نحطهم مع بعضهم. ونيجي بعد كده يا جماعه بكل سهوله نجيب التيب بتاعنا، التيب اللصاق، ونيجي نعمل كده ونعمل كده، وشايفين هذه الحته اهي الخضراء وهذه الثانيه، ونلزق الاثنين، شايفين كيف اتلزقوا في بعض، وبنيجي نجيب التيب بكل سهوله ونبدا نلزق الاثنين في بعضهم. الموضوع سهل جدا وسريع وما يخطرش على بال حدا اهو، ونيجي شايفين كيف صاروا، ونبدأ بقى نلف التيب بتاعنا. الموضوع يا جماعة بياخد من شهر لأربعين يوم، بعد كده تقدر تشيل وتلقي نظرة وتشيل التيب، أو زي ما أنا عملت
بتخليه ملزوق على بعضه، لكن تقص النبتة اللي من الشتلة الصغيرة اللي انت حاططها في الكيس هتصبح هي مع الأم. خلص الموضوع، ونيجي بعد كده نجيب البتاعة بتاعتنا ونعملها. بصوا دلوقتي بقى الميزة في ايش؟ ان احنا هدول متلزقين في بعض، لا هنحط كفر ولا هنحط كيس ولا هنحط علبة كرتون ولا اي حاجة عليهم، هيفضلوا بالشكل هذا وطول السنة نقدر نعمل الموضوع هذا. من شهر لأربعين يوم هنيجي نبص هنلاقيهم بدأوا يعملوا سواد، لازم تعمل لون اسود كده، معناها انه السواد هذا بدأوا يلحموا ويمسكوا في بعض. شايفين هذه الشجرة الجديدة؟ اهي التوت الاحمر وهذا التوت القديم. ايش الموضوع هذا ينطبق؟ اهي خلاص معنا من شهر لأربعين يوم، وهذه نسقيها، نسقيها وتفضل زي ما هي محطوطة، او نسقي العلبة اللي تحتها عشان تفضل هي تاخد مية من الكيس من الخرام اللي تحت. الموضوع ينفع طول العام، عفوا مش هنجيب فرع ونعمله، هنجيبهم مع بعض ونحطهم، ينفع لكل الاشجار المثمرة. و ما بيفشلش، ما بيفشلش، يعني احنا طول العام هنقدر نطعم. لسه عندي بقى قشطة وعندي تفاح، عندي حاجات كتير، غير ان الفترة الجاية هبدأ اوريكم كمان تطعيمات عن الورود، عن نباتات الزينة، وكيف كمان ممكن نهجن، يعني ممكن نعمل نبات نشبكه مع نبات تاني، زي ما بنحط البوملي على الليمون، زي ممكن نحط ورد الجوري على المسك الليل، حاجات زي كده بدأت اعملها، وعايزكم تتابعوا معايا واللي تابع ان شاء الله ويعمل زيي. هتلاقوا اللبليب، عندنا بوتس، عندنا لبلاب، نقدر كله نطعمه في بعضه. هوريكم الفترة الجاية كل حاجة اعملها بتقعد من شهر لأربعين يوم. إذا احنا كده اتأكدنا إن احنا نقدر نطعم وطول السنة ومن غير، يعني المفروض الطبيعي إن احنا هنشق ونعمل بالقلم أو باللحاء مثلا، هذه ممكن تموت. طب احنا لو ما نفعش أصلا، لو عندنا النبتة موجودة مش هتموت، يعني كده كده أصلا النبتة هذه ما زالت حية، وعملت منها ثلاثة وديني كمان بعمل منها واحد جديد. إذا مش هنجيب فرع وممكن نستنى يموت او لا، كده كده عايشه معانا ومستحيل تموت. ثانيا قمه السهوله، ما علينا غير ان احنا نشوف ايش اللي هنطعمه ونجيب من صديق او من مشتل نبته جاهزه، ما نجيبش فرع نطعمه، هنجيب نبته جاهزه وهتفضل عايشه عندنا النبته، ونقدر نعملها طول العام، ومعانا من 30 ل 40 يوم هنلاقيهم مسكوا في بعض. خلص الموضوع، انا واثق ان ما حدش جرب الموضوع هذا قبل كده، كله بيعمل بان احنا نقطع ونجرب، ويا اما تنشف يا اما تنجح، ولازم نغطيها والها مواعيد، لكن هذا عكس كل هذا تماما وطول العام، وموضوع انا واثق ان ما حدش عمله قبل كده، فقلت اشاركه معاك وهبدا اوريكم كمان حاجات ثانيه الفتره الجايه. طيب دلوقتي احنا في خريف وداخلين على شتاء، الموضوع ينفع حتى لو ما فيش ورق وتساقط الاوراق من الشجره مثلا، متساقطه الاوراق، العنب، اي حاجه تقدر تنفع في هذا التوقيت، او في الصيف او في الربيع. المهم ان احنا مستقبلا، انا دلوقتي اصبح عندي واحد اثنين ثلاثة متطعمين من شجرة واحدة، الأماية ما زالت زي ما هي عايشة. هذا اللي عايز اوصله لكم، مش هروح اجيب فرع ولازم يكون في وقت محدد من العام، وادهم نجحوا، وهذه ان شاء الله هنشوفها مع فيديو جديد نكون عاملين عنه مثلا تطعيم ثاني، وهبقى اوريكم هذه بتاخد من، ما حدش يقول لك اسبوع او شهرين، كل هذا كذب، من شهر لأربعين يوم. احلى مسا عليكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية كيف تطعم اي شجره مثمره في اي وقت من العام، ومن غير ما نقطع او نموت النبته لا الصغيره ولا الكبيره. جربوها هتعجبكم وناجحه، عمرها ما هتفشل معاكم. شكرا جزيلا لكل اللي بيدعموني في ميزه شكرا، احب دايما انوه يا جماعه، دعمكم المطلق هذا رائع جدا، ويعني بيساعدني في حاجات كتير. يا رب يكون الفيديو استفدنا منه طريقة تطعيم أي شجرة مثمرة في أي وقت من العام بدون أي خسائر، وموضوع إن شاء الله ناجح ومستحيل يفشل، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية. أحلى مسا، وأخوكم نعيم بيمسي عليكم، والسلام. ختام، السلام عليكم.